بس انا عايز ابدا معاك من فكره البات شو اللي كانت مصر مشاركه فيه عشان نوضحه للناس. ده ربط التكنولوجيا بالتعليم بشكل او باخر، وكان في لقاءات طبعا قام بيها الوزير مهمه ايضا وشاف تجارب مدارس. فانا حابب برضو حضرتك تشرح لنا ايه اللي تم في تمام. هذه الجزئيه، لان احنا طبعا دايما بنبص على اللي بره خاصه فيما يتعلق بالتعليم. احنا بناخد طبعا الحاجات المفيده اللي تنفعنا بالطريقه بتاعتنا اللي مناسبه للبيئه بتاعتنا ومناسبه للمجتمع بتاعنا. طبعا زي ما حضرتك قلت ان الباتشو ده اللي هو بريتش اديوكيشنال تريننج اند تكنولوجي، اللي هي النظام البريطاني لدمج التكنولوجيا في التعليم، ان التكنولوجيا تبقى مكون اساسي في التعليم مش ماده تدرس. يعني ان الطالب والطالبه منذ الصغر يبقى التفكير بتاعه مواكب ومطابق للعصر للعصر الرقمي اللي عايش فيه. بالظبط كده، يعني مش هي ماده تدرس لوحدها. فطبعا ده عنده اكسس، يعني عنده الاتاحه بالظبط بيبقى عقليته وتركيبته الذهنيه والفكريه مطابقه للعصر اللي احنا عايشين فيه. لو احنا بنقول ان يعني سوق العمل ابتدى على فكره مش مستقبلا، ان هو عايز نوعيه مختلفه من الوظائف صحيح. ونوعيه مختلفه من المهارات اللي هي نظام التعليم بتاعنا القديم لا يوفرها. حقيقي تمام كده. فرحله لندن الحقيقه هي كانت الدكتور طارق شوقي طبعا وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ومعاه وفده. الحقيقه انا يعني شرفت بوجودي في الرحله دي، هي ما كانتش رحله فقط للمشاركه في المعرض، لكن كان في عدد كبير جدا من الزيارات للمدارس البريطانيه اللي طبقت ادماج التكنولوجيا في التعليم. اوكي وعايزه اقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص، في مدرسه عريقه جدا بريطانيه اسمها ويلينغتون كوليدج، دي مدرسه داخليه يعني هي الطلاب والطالبات مقيمين في المدرسه وفي نفس الوقت بيدرسوا في هذه المدرسة، وهي يعني زي ما بنقول عندنا في مصر كده العلية القوم، يعني اللي هم الطلبة والطالبات اللي أبناء اللي يعني الطبقة المقتدرة هناك. هم لما طبقوا نظام التابلت من كذا سنة، أولا الدولة لم توفر التابلت ليهم، ثانيا أن الطالب اللي هم طبقت على المرحلة الثانوية، وبالتالي في المرحلة الثانوية الطلاب بيبقى على قدر من المسؤولية أن هو ما بيجي بالتابلت مش أول حاجة بيسأل عليها، طب لو اتكسر، طب لو مش مشحون، لا الطالب بيمضي على إقرار ان هو يجي بالتابلت جوه الفصل الدراسي، التابلت مشحون الشحن بيقعد طول اليوم الدراسي. وبالتالي برضو ده يدينا ينور كده ان احنا لازم نبقى على قدر من المسؤوليه، ان احنا بنحط التابلت في الفيشه كده نشحنه قبل ما ننزل من البيت ان شاء الله بعد استلام التابلت. حاجات صغيره، تفاصيل صغيره بس ده هتفرق معانا جدا طبعا. بالظبط. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان هم قالوا لنا هناك ان كان في مقاومه شديده جدا 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 من المدرسين ومن اولياء الامر للطلاب على استخدام التابلت في الدراسه، ودي برضو ترينجز ابل، يعني ده يفكرنا بان احنا برضو عندنا احنا كاولياء مقاومة. امور وبعض المعلمين صحيح. ربما عشان لسه احنا مش عارفين خلينا نقول ازاي ان ده ممكن كل يتطبق حاجه جديده احنا في قدر، كشعوب عموما لازم نعمل لها مقاومه. حضرتك لو في حد هي داخل طبيعه. جديد في مقاومه فده صحيح. طبيعي فعلا. فقليل من المقاومه لا يضر، بس كمان المقاومه دي ما توقفش قدام. يعني احنا بقالنا سنين طويله جدا ايه اكتر حاجه بنقولها؟ عايزين نعيد بناء الانسان المصري. النقطتين بتوع اعاده البناء هو التعليم والصحه. احنا شايفين الصحه طبعا بيحصل فيها تطورات كثيره جدا على ارض الواقع، التعليم بقى ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني ده اللي الوزاره بتعمله دلوقتي. واحنا النهارده سنه 2019 اللي هو عام التعليم، وعلى فكره عام التعليم مش بس التعليم اللي هو العادي اللي احنا بنتكلم عنه زي ما حضرتك قلت وحضرتك في البدايه اللي هي المناهج الجديده كي جي 1 وكي جي 2 والصف الاول الابتدائي، مع النظام الجديد مش المناهج الجديده للصف الاول الثانوي، مع تغيير فكر التعليم نفسه، زائد شيء مهم جدا هو التعليم الفني.